से जिसको मांगा तू वो सिला है तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है जामे मोहब्बत जहर आशिकी है पूछो ना पूछो ना हम सताए हुए हैं सताए हुए हैं المرة الجاية ما لازم تغلطي هيك غلطة فهماني علي؟ ايه بعتذر منك عمي والله ما كنت بعرف انه ما بصير نخليها لا تحكي مع ابوها لا ما راح تروحي على مكان انا مو قلت لا لا عاد تفتحي الموضوع روحي على غرفتك ولا تخليني اشوف وشك مرة تانية قلبك بينكسر على شغلات تافهة وبعدين عندك اسئلة عندي مشاكل اكتر بحياتي اوعك تبكي اذا بدك تبكي انزلي من سيارتي يلا كل واحد فينا شو بيزرع بيحصد بس أعمالنا الصالحة بتلحقنا والله رومي كتير تأثرت بالقصة وشو كان هو العمل الصالح لحتى عم يلاحقك؟ كل العالم تعرف كيف بتعاملي هالة طبعاً إلا أنتي أمي أنت اللي أخذتي الأسوار الذهب شو نسيتي؟ ونفيس ضحك علينا كمان عطول بيعتذر وبيقول كل المسؤوليات رح تكون عليه بدل ما يهتم بمسؤوليات العالم ترك مسؤولياته فوق راسنا ها شو مشان المصاري اللي بيبعتها كل شهر؟ شو قلتي بيبعت؟ ليش هو قديش عم يبعت؟ وطبعا ما بيبعت لحتى نتصل فيه طيب شو مشان المبلغ الضخم يلي بعته مشان الشغل؟ ايه عطول بتذكر المبلغ اللي انصرف على الشغل شو مشان تعبي وشقاي انا؟ قليلي كيف صار هالشغل ناجح؟ ايه كل هذا من تعبي انا اللي تعبت بهالشغل هاد على اساس بتتعب لهالدرجة لو هو ما اعطاك هالمصاري كيف كنت رح تبلش شغلك؟ وقت بيكون في بذرة الواحد بس بيعطيها مي وتراب وإلا ما كان رح يطلع منها إلا طين وبس ما في فايدة من الحكي معها بهالخصوص لأنه ما رح تسمع أي شي ضده هالبنت المسكينة بتاكل رغيفين خبز بالله بشو زعجتكم معناتها مرت عمي أنت حسبيون بتاكل بالشهر 60 رغيف وهلأ أنت حسبي قديش بتاكل بالسنة أعوذ بالله شو هاد يا رب يرحمني شو هاد اللي عم اسمعه معقول تحسبي كم رغيف وطول حياتها لابسة ثياب سامين ورومي شو ما بتستحي وشنتيون وكتبون وحدة دريسة والتانية غالية وخليتيها تشتغل طول الوقت وانتي بتضلي تلوميها كأنها بتاكل كل شي ببلاش شو يعني انتي ما عندك قلب أبدا؟ انت ملاحظ امتى ما بنحكي معها بهذا الموضوع بتبلش تحكي هيك شغلات عن ابنها وحفيدتها؟ طلعوا يلا طلعوا من غرفتي بسرعة خاد مرتك وطلعوا روحوا من خلقتي يلا نطلع روحي هلا بيجي لو سمحت بدي عصير بردقان ورمان شكرا انت ليش جبتني لهون؟ تعرف منيح انه الناس ما بياخدوا فكرة منيحة عن البنات اللي بيفوتوا لهون كنتي متضايقة مني وجبتك لهون مشان راضيكي مو عاجبتني هاي الخيانة اي خيانة؟ انت اه شو اسمها لكن هاي؟ الموضوع اللي ما بنقدر نحكي لحدا ممكن ما يكون خير كل شي بوقته حلو اوعك تلمس ايدي مرة تانية فهمت؟ هلا شو مشكلتك؟ صدقيني انا بحترمك ما في احترام سليم من دون اي علاقة؟ شو قصدك؟ ما في اي علاقة بيناتنا؟ مو قبل هلا وإلا ما كنت جبتني كل هاي المسافة ملكي شافنا حدا؟ ليش؟ مين في هون؟ قليلي على طول سوء الحظ مرافقني بركي هلأ صار معنا شي نحن هون لنحكي عن هيك شغلات مشان شو نحن جايين نحكي؟ نحكي بشغلات حلوة شغلات ما أجتنا فرصة نحكي فيها أنا ما بعرف هيك قصص بس رح تعرفي أنا كنت عم فكر بنت مثلك وشكلها كتير حلو وهي عم تبكي وهي لسه ما شفت ضحكتك شو رح يصير؟ يعني أنت بتحبني وأنا عم ببكي؟ بدي إياكي تضلي تبكي لضل أطلع عليك بس نحنا ما فينا نشوف اللي بيحبهم عم يبكوا ما؟ ماشي
خليني غمض عيوني. فيكي تبكي. شوف أنا معلي مرتاحة هون، شو رأيك نمشي؟ ليش مانك مرتاحة؟ أنا معك ومانك مرتاحة؟ أنا شبك؟ شو صار لك؟ بصراحة هدول رفقاتي، هدول جيراني. لا تطلعي لورا، طلعي لقدام. خدي وخليكي. وأنا عدي هون، لا تكوني هبلة هالة. هنن قاعدين جنب البوابة، ما فيني أخدك معي قدامهم. ادفعي أنتي وأنا ماشي، وبعد شوي أنتي امشي، تمام؟ شو يعني روح لحالي؟ شفق لو سمحتي وقفي، إن شاء الله كل شي رح يكون تمام حبيبتي. والله شفق كتير حساسة، ضلت متضايقة طول النهار من وراء قصص رفيقتها. والله معك حق، طبيعتها إنه تهتم بحياة رفقاتها أكتر من حياتها، وهي هالة والله هي بنت بريئة ومظلومة. مرحبا. أهلين يا ابني، كيفك أنت؟ يعني كل الحق على أبوها، كيف ترك بنته من دون ما يهتم فيها؟ والطريقة اللي عم تتعامل فيها هون، الله يغفرنا، شو ما بيخافوا من الله دول؟ والله يا أخي ما حدا ممكن يكون مثلك. أنت وقفت معي بأوقاتي الصعبة وما رح أنسى هالشي. الطريقة يلي خليت بنت حماك الأرملة تبقى بالبيت مثل أخت، الطريقة يلي دعمت فيها خرم، والله ما فيني رد لك فضايلك، ورح ضل طول عمري مدينة إلك. عن جد إنك شخص نادر يا أخي. لو سمحتي لا تعيدي هالكلام رجاءً. رح تبكي هلأ؟ احمدي ربك وضعك استقر بصعوبة كبيرة. بترجاكي يا أختي لا تبكي وإلا رح تمرضي. أمي والله عمتي معها حق، خلص لا تبكي. عن جد خرم معه حق، والله ما فيني اتحمل لما شوفك عم تبكي. أساساً قلبي مو متحمل من وراء قصة هالة. حبيبتي خلص ما رح أبكي، أنا كتير منيحة بصراحة. كنت عم فكر بشغلة، بإذن الله عن قريب خرم رح يشتغل بوظيفة منيحة كتير. لهيك هلأ ليش ما منعمل حفلة خطبة مناسبة لشفق وخرم؟ أساساً الموضوع مقرر بين الكبار، بس العالم صار لازم يعرف بهالخصوص. هاي فكرة حلوة. طيب قولي لي شو اللي صار؟ ليش ما عم تحكي أي شيء؟ والله خوفتيني. رح خبرك بس اقعدي، رح روح وسكر الباب. يلا سكري. انتي عم تتجسسي علينا؟ شو يعني ما في زاوية بهالبيت بيقدر الواحد يحكي فيها براحته مثلا؟ لا بس كنت عم جيب التياب من منشر الغسيل. خلصتي؟ وهلأ روحي امشي واصحك تتجسسي علينا. روحي. شو قصدك أي ضيوف؟ خطابين رومي؟ خطابين رومي؟
لا خلص بلاها صوفيا بلا ما نحكي بهالموضوع، أجلي لوقت تاني. على الأقل اسمعي القصة كاملة. تتذكري بيت أحمى عمي هينا؟ هن من عائلتنا. من عائلتنا؟ هالعائلة كتير أكابر، شو رح يجيبون لعنا؟ أنا عزمتهم إختي من وقت ما صار هيك مع رومي، وأنا عم فكر بهذا الموضوع وكمان عزمتهم. طيب شو قلتي لهم؟ إنه بدنا نزوج بنتنا، يعني شو بده يكون غير هيك؟ رح يكون عريس كتير مرتب، رح تكوني مبسوطة بعد ما تشوفيهم. والله شرف لإلنا إنه تصير كنت هيك عائلة محترمة، وأنا عم أقول نفس الشي. شو القصة شفاق؟ أنا كنت عم فكر هلأ فيني خبر الكل؟ تخبريهم؟ عن شو؟ شو الموضوع؟ منعتني من أني خبر حدا، وخاصة رفيقتي المقربة، بما أنك بتجيبني وبتاخدني من الجامعة وبهيك حال البنات بيعلقوا تعليقات غريبة وما رح تعجبك، وهلأ فيني خبر الكل؟ اسمعي اسمعي شفاق، مين قالك أنه أنا هلأ بدي هاكي تعلني عن خطوبتنا؟ خرام، بعرف البنات بيعلنوا خطبتهم وهن مبسوطين، لكن لو سمحتي خلي تمك مسكر، فهمتي؟ خرام، شو اللي صاير؟ أنت متضايق مني؟ إذا في أي مشكلة فيك تحكي لي. إذا كان بهمك إني ما أتضايق فشيلك من هاي التصرفات التافهة لو سمحتي، ما رح تخبري أي حدا بشي. والكل بيتضمنوا بهذا الشي، مفهوم؟ وأعز رفقاتك يعني هالة وكشمالة والبقية، ما رح تخبري أي حدا. يا ربي خرم، شو صار لشفق؟ لتكونوا تخانقتوا؟ يا أمي يا أمي، أنت شو عملتي؟ على الأقل فكري شوي قبل ما تحكي شيء قدام الكل، وكان فيك تسأليني. شو عم تقول ابني؟ ما كان في داعي أسألك، لأنه أساساً بيعرفوا أنك أنت وشفق مخطوبين من لما كنتوا صغار. شو يلي تقرر؟ كل هذا تقرر بين الكبار، ما كنت واعي. بس لا تنسى خرم، شفق معجبة فيك. وأنا؟ شو مشاني؟ شو قصدك؟ وضح لي أكتر. ولا شيء أمي. شو صار خرم؟ على الأقل خبرني. هاد فستان جديد، وين الشال تبعه؟ ضيعتيه؟ لا ستي، إذا ما كنت غلطانة بتكون بين تياب عمتي. ماشي، لكن روحي جيبي. بعدين بجيبه. لا يلا روحي هلأ جيبي يلا. لا ستي مو هلأ. طيب ليش لا؟ بصراحة عمتي منعتني لأنها عم تحكي حديث مهم هي وعمتي. شو هي هيك قالت لك؟ شو الحديث المهم اللي بدها تحكي؟ أكيد هي الحرباية عم تحرض حدا علي. روحي بسرعة يلا يلا. ستي أنا ما عدت بنت صغيرة، خلص بلاها. شبك يا حبيبتي، هدول الحربايتين أكيد عم يخططوا لشي شغلة ضدي مشان يخدعوني. لا ستي مو هيك القصة، وبعدين مين بده يعمل هيك شي؟ فهمت، انت بتعرفي شي صح؟ يلا بسرعة قليلي. لا والله ما في شي ابدا، حلفي بحياتي. عم يحكوا شي بخصوص خطابين لرومي. هلأ عرفت الموضوع، هدول عم يحكوا كل محادثاتهم بالسر. عن جد مفكرين اني ما رح اعرف شي؟ شو مفكرين هني يعني عائلة العريس رح يجوا بالسر من الباب الوراني؟ هدول شو مفكرين حالهم؟ والله وانا هيك عم قول، ليش هيك عصبت كتير؟ ما في داعي نتدخل بالموضوع، رح نعرف اول ما يحكوا قدامنا. شو يعني انا اعرف بعد ما ينحكى قدام الكل؟ مو انا اكبر حدا بهالعيلة؟ هن اللي اخذوا رأيي ولا سألوني او طلبوا اذني. ماشي خلي رئيس يجي اليوم، رح أحكي معه وحلة. لا ستي لا تحكي له شي، وإلا رح أتبهدل أنا. كيف طالعة أنا؟ ما شاء الله ما شاء الله، تاخدي العقل. عمتي أنا قليت الوجبات اللي قلتي لي عليهم، وكمان حطيت الأكل بالزبادي، بدك شي؟ لا، فوتي هلأ على غرفتك ولا تطلعي بس يجي الضيوف مثل المرة الماضية، فهمانة علي؟
يلا فوتي. طيب ماشي حاضر، أنا بس كنت عم ساعدك. لا شكرا ما في داعي، يلا لشوف، روحي على غرفتك فورا، أصحك تطلعي منها. مرحبا عمتي. أهلين وسهلين، تعالي حبيبتي. لا تقولي تعالي حبيبتي، قولي روحي حبيبتي. عمتي ليش ما خلتيها تلبس فستانها الأخضر؟ بيلبق لها أكتر من هاد. ليش؟ هذا مو حلو عليها؟ خلي رأيك لحالك يا منبع الآراء والذكاء. بعرف قيمت وكيف أطلع حلوة. بالمناسبة ليش ما زبطتي حالك أكتر قدام الضيوف يلي جايين؟ أمي! أمي! شو اللي صار؟ عمتي فيني جهز حالي بما أنه جايين ضيوف المساء؟ انفلي عليها باب الغرفة، ما بدي اياها تفوت قدام ضيوفي. ليش؟ ضيوفك بيعرفوني من لما كنت صغيرة، هن بيقربوني. شو قصتها عمتي؟ خلص اتركيها. ماشي أنا رايحة. خلص بنتي، شو صار لك؟ لبقى تزعجية بحكيك. أنا بس يلي ما بعرف شي. تفضلوا يا جماعة، تفضلوا. شكرا. حبيبتي قدمي للضيافة. لا يسلم، أنا عن إذنكم ما بطول. إذنك معك. مرت عمي لساتك قاعدة هون؟ خليني قاعدة هون مبسوطة. مرت عمي الضيوف هون وعم يستنوكي كمان. ضيوف؟ أي ضيوف هدول؟ شو يعني في ضيوف جايين؟ إيه بس والله ما حدا خبرني إنه جايين ضيوف. بس ستي أنا قلت لك قبل شوي إنه خطابين لرومي. هلأ فهمت، هدول الضيوف. انتي روحي وسلمي عليهم. شو شغلتي هني؟ انتي وبنتك رومي لازم تهتموا بهالموضوع. بس انتي مرت عمي وستة كمان، يعني انتي كبيرة هالعيلة. عن جد؟ طيب ماشي، بما انه انا عمت وست وكبيرة هاي العيلة، لكن ليش دريت باخر لحظة انه في ضيوف جايين اليوم؟ في شيء اسمه أخذ رأي أو طلب إذن يا بنت الأصول؟ مو هيك بتجي بتخبريني بآخر لحظة؟ شبكي؟ ما رح أطلع. مرت عمي هنن عم يسألوني عنك. قليلن أني ماني بالبيت. أنا خبرتن أنه أنت عم تصلي. إذا كان خبريهم أني رح صلي لوقت طويل فما رح شوفن. لو سمحتي مرت عمي، لو سمحتي، هذا مانه الوقت المناسب للخناق، لو سمحتي. عن جد؟ فعلاً يا لطيف، يعني أنا هلأ اللي عم خاني؟ أنا اللي عم خاني الكل مو هيك؟ حبيبتي خديني، يلا يا الله خليني شوف مين هدول الضيوف المهمين يلي إجوا مشان حفيدتي رومي. مرت عمي هلا ما رح تفوت. بترجاكي هلا ما رح تفوت؟ ها قليلي كيف بدها تفوت هلا؟ معك حق. خليكي هون بنتي، صبرك يا رب. أصحك تطلعي. تفضلي أعطيني. شبكي تركي إيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا رح روح أجيب رومي. عادي هون، لا تكوني هبلة هلا، هنن قاعدين جنب البوابة ما فيني أخدك معي قدامهم. ادفعي انتي وأنا ماشي وبعد شوي الحقيني. تمام؟ بدي روح لحالي. شبكي هلا ليش ما عم تردي على اتصالاتي؟ عندك فكرة قديش كنت قلقان عليكي؟
ليش؟ شو قصدك انت؟ طيب طمنيني، وصلتي على البيت منيحة؟ هذا السؤال ما بيناسب ابدا الناس اللي بتخلوا بنص الطريق. بلشتي مسخرة؟ انت ما بتعرفي شو يعني يكون الواحد مجبور؟ بابا كمان تركني بنفس الطريقة بين الغرب وراح، تركني وراح، وجرحي ما شفى من هديك اللحظة لهلأ، لساتني قادرة أحس بلمسة غيابه لحد هاللحظة، واليوم انت عملت فيني أسوأ مما عمل. اللي انت عندك فكرة كيف كنت رح أرجع على البيت ولا لا؟ والله أنا غلطت، إيه أنا غلطت وقت اتصلت فيكي لحتى أطمن عليكي، ماضيكي ما بيخلص أبداً، مو معقول هذا الشيء. خلص سكر، سكر إذا بتريد، ما بدي أسمع منك ولا حرف زيادة. اسمعيني، ألو، سكرت الخط. إذا أنا ما خليت هالة تتزوج ابنك حمزة، وقتها أنا رح أغير اسمي من رفعة آرا لمسخرة آرا. وقت حاكتني هينا خبرتني إنه رايحين عبيت صوفيا، أنا كنت عم فكر بسامين، والله جينا لهون بعد ما فكرنا فيها. شو عم بتقولي أنتي؟ أنا أساساً ذكرت لك رومي بنته لأخي رئيس، قلي لهم هنا. بالحقيقة مثل ما بتعرفي يعني أخي كتير مميز، لهيك لازم العروس تكون بتليق فيه. بعدين هي البنت كتير صغيرة، لازم تكون عم تدرس هلا، ليش بدكم تزوجوها هلا؟ لسه بكير عليها. والله ما كان قصدي ابدا اجرح بنتك، بس نحن اجينا لهون وسامين ببالنا، لهيك فكروا بالموضوع. نحن متفقين نزوج حمزه لسامين، وحمزه بيكون ابني. شو؟ شو قلتي؟ قوليها مره تانية. مرت عمي، أنا عم أقول إنه نحنا متفقين نزوج سامين من حمزة من لما كان أولاد صغار. لا أكيد لا، لأنه هالة رح تصير مرته لحمزة إذا الله رد. إيه؟ شو هالحكي؟ مو معقول، هي أكتر بنت أنا كرهتها بحياتي، كيف فيك تفكري إنه ممكن خليها تصير كنتي؟ طولي بالك، إذا هذا حفيدي وهديك بتكون حفيدتي، مين أنتي؟ أنتي شخص مانو نفع. شفتي؟ شفتي كيف عم تحكي معي؟ ها، لا تخافي عليها، عم تطلع بحذر وعيونها مفتوحة الله يحميها. والله هلأ أنا فهمت ليش كنتي على طول وراها لجهان. إيه والله هلأ لحتى أنا فهمت، لأنه كنتي بدك تعطيها بنتك، هذا السبب. مرت عمي على طول كنا نسمع إنه الأم بتحب كل أولادها قد بعضهم، أنتي عم تفرقي بين الأحفاد. أيوه مدام، أنتي ما في داعي تاخدي الأمور بعاطفية زيادة، إذا في فرق فهو بس عم ينحكى عنه. وهلأ اطلعي على بنتك سامين، إذا حدا بيكون عم يموت ما رح تعطيك كاسة مي من كتر ما أنا وحدة أنانية وحقودة. بعكس هالة، هالبنت المسكينة ما في منها، شو ما طلبت منها أنا ما بتقلي لأ أبداً. عن جد؟ يعني بس منشان تخدمك أنتي؟ يعني هلأ بدك تخلي مرت حفيدك خدامة؟ بدك تخليها طول حياتها بهالبيت؟ ها وين المشكلة؟ يعني إذا بدي اعتمد عليكم فالله يستر من آخر أيام حياتي هون. طب الجرة على تم ما بتطلع البنت لأبا. لو سمحتي، أنت قلتي هذا الحكي هلأ، بس إذا بتعيدي بالمستقبل والله العظيم وقتها. وقتها شو؟ شو رح تعملي؟ شو عم تهدديني؟ لكان اسمعيني كتير منيح وفتحي أدنك مشان ما عاد تعيدي الكلام أبداً. إذا أنا ما خليت هالة تتزوج ابنك حمزة، وقتها أنا رح غير اسمي من رفعة آرا لمسخرة آرا. بيجي رئيس اليوم ومنشوف. مثل ما بدك، خليه يجي رئيس. رومي، أكيد رومي. شو وين رايحة أنت يا مدللة جيهان؟
شو هاد؟ شو بايدك؟ شو عملتي انتي؟ عادي هون رح روح جيب دواء وارجع عادي. هلا جيبي بورنال لانه بينحط على المكان المحروق. طلعي من هون هلا يلا والا. لكي الشي اللي صار مو غلطي ابدا صدقيني. انتي وامك خططتوا لحتى تهنوني بهالطريقه البشعه قدامهم. رومي لا تحكي شي عن امي فهمانه ولا بورجيكي. عمتي شوفي شو صار لها، ليش عملتي هيك رومي؟ رومي لك يا ربي دخيلك شو عملتي بحالك بنتي؟ شو صار لك؟ يا الله جبت لها الدواء. عمتي بعدي شوي لحط الله اياه بعد. بعدي الله لك عمتي. يا هي ما عملت شي سبب الله عليك طولي بالك. هي ما عملت شي، هي عملت كل شي طولي بالك. كل مشاكلنا بالبيت مو هيك القصه عمتي. هي ما شو عم بيصير؟ شو عم بيصير هون؟ عمي أنا ما عملت شي، ما بعرف ليش ضربتني، ما بعرف. ماشي بعدي انتي. أنا رح أقتلها. دوري مالك تركيا. موتوا بيدي. خلاص شو انتي جنيتي؟ ايه جنيتوا على الآخر كله من وراها، ما رح خليك ما عايشة ولا لحظة. يلا روحي معاه. يلا خلاص تعالي معي رجاءا، تعالي تعالي لو سمحتي. شو صار يا بنتي؟ ها؟ كيف هيك انجرحتي؟ قومي قومي قولي لي كيف انجرحتي؟ خلاص بكفي عادي هون. يلا 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 ما في شيء، طولي بالك اهدي بنتي. مدي ايدك لشوف، بكره بيطيب لا تخافي. هي شو مفكرة حالها؟ رح ترجع لعقلها وقت ما أحكي معها كم يوم. شفق أنا آسف، عن جد أنا آسف بصراحة. أنا ما كان قصدي إزيكي أبدا. أنا برأيي أنه كل شيء بوقته حلو. ما حدا قال لي كلام قليل أدب من قبل. ما كنت قليل أدب شفق، أنا بخاف أنه شيء حدا يحسدنا وتتأثر علاقتنا، وخاصة هالة. شو؟ شو قصدك؟ ليش حكيت اسم هالة؟ هي بتكون أعز رفقاتي. أنتي قلبك طيب، بس تأثير حسد الناس المحرومين أسرع. أنا متأكد أنك رح تحترمي كلامي. عملت شي اليوم، والله ما عملت شي أبدا، ما عملت شي. تعالي وقفي هون، ارفعي ايديكي، ارفعيهم لفوق. رح تضلي واقفه بهالطريقه لتتربي. اصحك تنزليهم مفهوم؟ اصحك تنزليهم. المشاكل كلها من تحت راسك، لا تنزليهم. انا مالي ذنب بشي ابدا. لما في الصبح وشوف هالبنت بخلقتي والله بيتعكر مزاجي كله، وبدك يعني ساويك انتي؟ انا ما بتحمل لهالمخلوقه ابدا. حطي عينك بعيني، انا عن جد ما بحبك وما بطيق شوفتك بهالبيت، ومع هيك انا متحملتك من سنين، وهلا صار دورك. لا تتدخلي بهالموضوع، انا هلا عم بحكي مع زوجي. والله لازم تتحملي يا مدام. والله ماني مجبوره اتحملها يا مدام.
رئيس أحمد، مضت سنين طويلة كتير ولهلأ ما قصيت إلا لسانه. يا عيب الشوم عليك يا عديم الرجولة. أنت ليش عم بتجادلي جيهان؟ حاولي تحكي باحترام. طيب رح أحكي باحترام ماشي، بس إلا لأمك الحنونة إنه تنسى هذا الموضوع وما عاد تحكي فيه نهائيا. هو ابني وأنا إلي حق عليه، هذا ابني وأنا ما رح أتراجع أبدا. شيلك من القصة أمي، أساسا أنت بتعرفيها. هلا، أنت منيحة؟ قولي لي. بس ضايق خلقي كتير لهيك قلت بطلع على البرندات. أنت تعشيت ولا لسه؟ يا عمري حرارتك كتير مرتفعة، تعالي لازم ترتاحي. أخذتي أدويتك؟ أمي الكبيرة بعيلتنا، وإذا هي فكرت بشي بخصوص هالة وحمزة شو كان في داعي لتعصبي لهالدرجة؟ كان فيكي تحكي الموضوع بكل هدوء واحترام، أنت حولتي القصة لمعركة، هلأ صارت عنيدة. والله عناد أمك ما له قيمة قدامي، أنا بكون أمه، وغير بنت أخوك سامين ما رح زوجه أبدا. طيب وشو معه جليس؟ ابني الوحيد راجع بعد ما درس برات البلد، وأنا بدي زوجه من عيلة غنية، بدي زوجه من عيلة معروفة بالبلد. ما عم بفهم عليك، أنت بدك مهر من أخوك؟ ما كنت مفكرة أنك صاير طمع لهالدرجة. القصة ما لها علاقة بالطمع، حتى أنا عندي أحلام بخصوص ابني الوحيد. بعدين أنا اعتنيت بجليس طول حياتي واهتميت بمرته وبنته. ايه وشو يعني هلا؟ بس أنا كنت الوسيلة. على كل حال مستحيل هلا تصير، كنتي شو ما كانت تمن. عم تفهم علي؟ بيكون كتير منيح إذا فهمت لأمك هذا الحكي بلسانك وشرحت لها إياه. رح أشرح لأمي، بس أنت كمان افهمي هذا الشيء، أنا رافض تماما سامين من طرفي وسكري على الموضوع. عمي بنتي خديني على غرفتي. هلا عرفت شو عم بيصير. يا ربي جيب علب حلو تكون كل علبة وزنها 1 كيلو مشان نعلن عن قرارنا بخطبة ابنك حمزة وبنت أخوك هالة، وبكرة إن شاء الله بس يرجع ابنك حمزة بنعمل حفلة خطبة كبيرة. عن جد إنك واحد جبان يا رئيس، على الأقل اسمعني شو عم أحكي. ما حسامحك بالحليب اللي رضعتك ياه، حتى ما رح تقدر تشوف وشي وقت موت كمان. روح. خلص اتركني. شو جنيتي انت؟ اتركني خلص، انا بدي موت. ما فيني اتحمل اكتر، اتركني خلص بدي موت. انت رح تحرقي حالك. شو بدك تموتي؟ ايه بدي موت خلص، اتركني اتركني بدي موت. جيهان احكي بهدوء بدل ما ينحرق قلبي من جوا، الاحسن اقتل حالي وموت.
جيهان، مو وقت جنانك هلا، تعي معي يلا. وشو راح يصير هلا؟ راح تطالعني من هون فورا؟ بس يكون بعلمك راح اعملها مرة تانية وراح اقتل حالي. ماشي يا جيهان. جيهان انت ربحتي وانا خسرت. قلي لي هلا شو بدك؟ طلعي عم اترجاكي، وانا بوعدك انا رح اسمعك بوعدك، بس بترجاكي لا تعملي هالدراما مشان الله. انا وعدتك، تعي تعي يلا حبيبتي. أمي قالت لي إن ما راح تسامحني بالحليب اللي رضعتني إياه. يعني بعد كل شيء عملته من أول ما تزوجنا ما ضل قدامها غير هذا الحل؟ برافو عليها والله. روح روح لعنده وخليها تسامحك، أنا عود كبريت واحد بكفيني. هالة راح تكون منيحة وراح تضل تحت السيطرة. شو يعني مفكرني مثل أمك؟ أنا ما بتحكم بكنتي بنوب. أمي ما رح توافق، حاولي تفكري بالموضوع بهدوء. والله هي مشكلتك مو مشكلتي أنا رئيس. طيب ماشي، لا تخليها لا تصير كنتك. بس ليش بدك سامين؟ شو الميزة اللي عندها؟ ابننا كتير ذكي ومميز، رح نلاقي له بنت بتناسبه وتكون بنت بتليق فيه، وهيك أمي ما رح تعترض وما رح تقدر تحكي شي وقتها. طيب أنت هلأ اللي شو رأيك بسامين؟ أنا متأكدة إنه أختي جيهان ما رح تقبل أبداً. بابا أنت عم تبكي؟ شو صار؟ ما كنت بعرف أبداً إنه أخي الكبير رئيس هيك بفكر فيني. يعني كل شي حكى عنك مزبوط؟ شو قال؟ بحياتي ما فكرت إنه زوج بنتي لغير حمزة. والله والله أنا بحبه كتير، وهلأ شو رح يصير لبنتي؟ شبك بابا؟ ليش عم تحكي هيك شغلات؟ شو الفكرة اللي أخذها عن بنتك؟ تعرف قديش بنتك ذكية ومرباية، وكمان تعرف قديش رح يكون مستقبلي كبير. بنتك مانا مجرد بنت عادية، لهيك لو سمحت بكفي تفكر مثل أي أب عادي ماشي؟ بس بحياتي ما توقعت هالشي من عمي. وين رايحة؟ صوفيا صوفيا لا تروحي، لسه ما صار شي. كمان رح ندعي انه الموضوع ما بيفرق معنا ابدا. وموضوع حمزة وسامين مقرر بيني وبين اختي، اختي جيهان، كيف الموضوع ما رح يفرق؟ امي ما رح تروحي لمكان. صوفيا شو مفكر حالك رجل أعمال كبير؟ حتى أنت ما بتعرف شي، مو دائماً 2+2=4، أحياناً بيكونوا 22. طيب شو علاقة هالشي بسامين؟ حتى إذا أنت لقيت وحدة غنية وزوجتها لابنك أزكى واحد بالكون، هي شو رح تقدم؟ رح تبني له جبال من ذهب؟ ها؟ لازم تفهم هلأ أنه سامين بحد ذاته منجم ذهب، كل ما حفرت فيه كل ما استفدت. أنت شو قصدك بهالكلام؟ رئيس أنت بتعرف هي شو عم تدرس؟ بتعرف شو رح تصير؟ أنت عم تحكي وكأنها رح تصير مسؤولة. حتى المسؤولة ما لها قيمة قدامك، عم تدرس محاسبة وبلكي ما قدرت تكمل. كيف ما رح تقدر؟ أنا هلأ بحلف لك أنها رح تكمل. بس دقيقة، استني صوفيا.